مازن؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا؟ انا قلقت عليك جدا يا يحيى. انت كنت فين؟ مغامرة صح؟ ها احكي لي بقى، احكي لي. قلقت عليا من ايه يا مازن؟ ومين اللي قالك تستنى هنا قدام المتحف؟ محدش قال لي، انا جيت من نفسي عشان اطمن عليك. اللي عملته ده غلط يا مازن، انا عارف انك بتحبني وخايف عليا، بس انت كده ممكن تبوظ كل حاجه. طب انت ليه ما خدتنيش معاك المره دي كمان؟ ما كانتش مغامره زي ما انت فاهم، احنا بنحاول نثبت حاجه، لو طلعت صح هنبقى قدام اكتشاف جديد مدهش. ايه هي الحاجه دي بقى؟ ها فاكر البرديه اللي كنت بكتبها لما كنا سوا في المغامره؟ احنا بنعمل تجربه بخصوصها، هحكي لك كل التفاصيل بس لما المهمه تنجح. انا حددت على الجي بي اس مكان هرم ونيس بالظبط، لازم اروح في اسرع وقت. هي المشكله يعني في مكان الهرم؟ ما كل العالم عارف مكانه، الفكره في انك عايز تروح لوحدك، وده ما ينفعش يا يحيى. هو ده وقته يا كنوز؟ انا تقريبا بنقذ الاستاذ عصام، واي تاخير بسبب خناقتك معايا ممكن كل حاجه تبوظ. انا مش بتخانق معاك يا يحيى، انا بنصحك، لازم بابا يكون موجود معاك، مش مهم انا دلوقتي، عشان مشوار زي ده خطير جدا. خطير في ايه؟ ده هرم اثري وانا رايح اتفرج عليه. يا سلام، وافرض بقى حد شافك جوه الهرم وانت بتدور على البرديه، هيعمل فيك ايه؟ ها صح. طب ايه رايك تيجي معايا؟ انا طبعا هاجي معاك، لكن برضو لازم حد كبير يكون معانا. ايه رايك تقول لبابا وماما؟ بصي انا هقول لبابا ومازن، لاني وعدت اني هحكي له كل حاجه. تاني مازن يا يحيى، انا رايي انك كان لازم ما تقولش سرك لحد ابدا. هو انت تضمن منين ان مازن ده ما يقولش لحد؟ بطلي بقى يا كنوز، انت غيرانه من مازن، وهو ولد طيب وكويس وبيحبني. لا يا يحيى، انا مش غيرانه من حد، بس تخيل معايا كده مازن عشان يثبت لزمايلنا انه قوي ويعرف حاجات هم ما يعرفوهاش حكى لهم اللي حصل. قلتلك اكتر من مره، اللي يحكي لاي حد هيفتكره مجنون، مش مازن بس، اي حد فينا لو فكر بس يتكلم في الموضوع ده مستحيل الناس تصدقه. انت نفسك ما كنتيش مصدقه في الاول، صح ولا غلط؟ ماشي يا يحيى، بس لازم نحكي لبابا وهو يقول لنا نعمل ايه.